حبات. ال cheesy breadsticks ايه ده موجود في كذا مطعم. صح، موجودة كمان بالسوبر ماركت فينا نشتريهم. عندي لبن وحليب وفي دقيق. اوكي. ده ملح مع توم وفي زبدة وجبنة وسكر. اوكي. وييست ده خميرة. 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 برافو دارين. اوكي، أول حاجة عايز اللبن. اوكي. اوكي. عايز أسخنه بس مش قوي. دافي. وارم. وأنا عايز شوية دقيق على الترابيزة. اوكي. ليه دارين؟ ليه؟ عشان ما يلزق. عايز الحميرة. اوكي. عشان اللبن دافي. صح؟ اوكي. اوكي. آخذ حميرة. وأحطه جوه. اوكي. وعايز السكر. اوكي. اوكي، قفل النار. اوكي. لانه اللبن ما يغلي فطفينا على النار اول ما حطينا الخميره والسكر. ده الخميره انت حط في خميره فوريه، بتصور اسمها بالعربي بتكون خميره فوريه، هي اللي بتحطوها وما مش ما في داعي تحطوها بالماء قبل بوقت مشان تخلي العجينه تنفش. احطه في بولة. اوكي. بعدين في كتير عالم هيك بتخاف من شيء اسمه عجن، يعني عندها فوبيا، مش فوبيا بس بخافوا يخربوا مثل انت هلا موتر اعصابك. طيب عايز الملح. ملح. اندرو ما عم يسمع لي اليوم، متوتر مركز بالعجن. شوية ملح. مش كتير قوي عشان عندي الملح بالثوم. بالثوم. بما انه عندنا ملح بالثوم نحط ملح كتير قليل مشان ما تطلع مالحه. اوكي. وعايز شويه زبده. اوكي. اوكي. اخذ نص من الكميات. اوكي. اوكي. نص كمية الزبدة. وحطه جوه. طبعا لهو المقادير فيكم تروحوا على فتافيت.com بتلاقوا كل المقادير المضبوطة لهيدي الوصفة وغير وصفات لأندرو. طيب، وواحدة واحدة عايز اجيب ال الدقيق. اوكي، بدك انا احط لك وانت تعمل هيك؟ اوكي. اوكي. شغال كده، يلا تفضل. تفضل؟ تفضلي. تفضلني. كمان؟ كمان. طب انت بنعرف انه خلص تاني كمان. هلا لازم بسرعة؟ لازم كله الكميات بس واحده واحده. حط بعد. ايوه. اوكي. ممكن كله دلوقتي. كله. هات. فاذا نحن عم نعمل عجينه الاعواد، اعواد الخبز على نكهه الجبنه. طيب في الوقت ده انا فاذا هلا بس عم نمد العجين. اوكي. عايز شويه زيت. كده مش تمسك العجينه بالظبط. اوكي. بعدين. اوكي. اوكي. هينا. اوكي. عمل كده. طيب انا عايز الجارليك سولت، الثوم بملح. ملح بنكهة الثوم او ثوم بنكهة الملح. وانا احط شوية الوش. اوكي. اوكي. يلا. وعايز شوية زبدة. اوكي. الزبدة طبعا بنحطها مشان تحمر، ما هيك؟ تحمر هيك دحمي. براون ذهبي ذهبي. جولدن. سوري عندي بالالوان مش اوكي. اوكي. واعمل كده مع الزبدة قبل الجبنة عشان كده الجبنة تمسك الزبدة. الزبدة. بس مش عمل قبل الثوم عشان مش عايز الملح ثوم كتير. هجيب شوية هنا. وهيدي جبنه شو؟ امونتال؟ جبنه شادر. جبنه شادر، سوري. مفيش امونتال برتقال، دارين. اوكي اندرو عم بتعلم شوي شوي شوي. انا شغال في العجينه. شوي شوي. اوكي. وهحطه في الفرن. اوكي. تقريبا تلت ساعة على درجة الحرارة 175. يلا، تلت ساعة
اوكي. اوكي. اعطيني بس عاوزة دي. حلوة صح؟ ايه. اذا هو لقيت اعواد الخبز بطعمة الجبنة، واللي كمان فيكم تعملوها بالجبنة والزعتر وكذا نكهة تانية. ودي في جبنة وفي شوية ملحة توم.